جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صيام السبعة الأيام التي أمرنا بصيامها بعد الرجوع من الحج، هل يجب صيامها متواصلة أم يمكن تفريقها؟ وهل علي ذنب إن لم أصمها مباشرة بعد الحج، علما بأنني حتى الآن لم أصمها وقد كان حجي في العام الماضي؟ لا يشترط المتابعة لسبعة الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يقدر على الفدية إذا رجع إلى أهله، يجوز له أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة، ويجوز أن يبادر بها بعد الرجوع أو بعد انتهاء الحج، ويجوز أن يؤخرها، لأن الآية مطلقة. الله تعالى يقول: صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فالآية مطلقة. ولكن صيامها متتابعة والمبادرة بصيامها بعد انتهاء الحج أفضل، تفريغا للذمة ومبادرة لأداء الواجب. نعم.